يعطيك العافية يا ميزان. أهلين أبو الروض، خير؟ الأستاذ جهاد موجود؟ لا والله، طلع على الحزب. على الحزب؟ أيوة، معناتها أكيد بده يجيب معه القوائم لأنه بكرة بدنا نبلش توزيع. قوائم شو؟ توزيع شو؟ ليش ما بتعرفي؟ ما قال لك الأستاذ جهاد إنه استلم منصب؟ ما في ثقة يعني؟ منصب جهاد؟ أي منصب؟ الأستاذ جهاد استلم منصب رئيس لجنة توزيع المازوت بالحارة، وأنا معه باللجنة. ما قال لك؟ آه لا، بلا قال لي. كيف ما قال لي؟ كتير منيح، لكن بركي بتحكي لنا معه كلمتين يلحلح لنا الأمور شوي. أي أمور بدها تتلحلح؟ يا أم يزن، أنا أصلاً حطيت حالي بهاللجنة مع الأستاذ جهاد. القصة منربح منها بلاوي، بس الواحد لازم يهز كتافه شوي. بلا مؤاخذة صارعنا من الصبح للمساء وطنيات وطنيات وطنيات، كلياتنا وطنيين، بس يهز كتافه شوي، يلحلح أموره، يلحس إصبعته، لازم يعرف من أين تؤكل الكتف. إلا خلص خلص، أنا بوعدك إني أتدخل بشكل شخصي وأحكي مع جهاد. اتكال على الله وعليكي، أنا برد بيجي لعندكم بس يجي الأستاذ جهاد، لازم نبلش خطة العمل. مع السلامة، الله معك. ليك لابن الهمة ليك؟ مستلم لجنة المنظمة ومؤهل. إيه؟